تقوم العيادة بتقديم خدمات طبية كالأدوية للنازحين والمهجرين من مناطقهم حسب الوصفة الطبية التي يلتزم بها الصيدلي الموجود على المركبة. طبعا كما ترون عيادة متنقلة، سيارة مجهزة بكل الوسائل الطبية. نحن نازحين من ريف حلب الشمالي، الحمد لله جت عيادة متنقلة الله يجزيهم الخير، عم تعين كل العالم، يعني سواء كان بالضيعة ولا من غير ضيعة من نفس البلد، عم تعين كل العالم، الناس النازحين والمدرسة، المدرسة مليانة نازحين الحمد لله. اي وش في اولاد مرضانين من حرارة الشوب، سخونة، تحسس، كله في دكتور، في كل شيء الحمد لله في العيادة، ودواء ببلاش، الله يجزيهم الخير. بكتريم وشو كمان؟ ماني تعال.